السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا أحباب؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم، معكم أحمد صالح وبلقاء جديد ضمن صناعة المحتوى الاحترافي على برنامجنا باوربوينت. قبل ما نبدأ بلقاء اليوم أطلب منكم حبا وفضلا وتكرما ضغط مفتاح اللايك ودعمي بالتعليقات لحتى يتصدر معنا الفيديو أكبر نتائج ممكنة على منصة اليوتيوب، يصل أكبر قدر ممكن للمهتمين بهذا المجال، فتجزوا عني كل خير على تفاعلكم. وأيضا لو تكرمت تعمل مشاركة لهذا الفيديو وتساهم معي في إيصال الفائدة لأكبر قدر ممكن من المهتمين. وإذا كنت ضيف جديد على قناتنا نتشرف فيك بضغط مفتاح الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك منا كل جديد. ويلا مباشرة مع بعض لحتى نبدأ بلقاء متميز في برنامج باوربوينت عن صناعة سلايدات احترافية. أهلا بكم أحبائي مرة تانية ضمن برنامج الباوربوينت. رح نتوجه اليوم إلى أداة في الأشكال غريبة شوي باستخداماتها، وهي اسمها أداة رسم الخربشة. باختصار رح نتوجه إلى أدراج وإلى أشكال ورح نختار أداة الخربشة مثل ما أنا شايفين أو شكل الخربشة، تمام؟ هذه الأداة البسيطة أو هذا الخيار البسيط أو الشكل البسيط ممكن يطلع معك عشرات وعشرات وعشرات النماذج من السلايدات وشرائح العرض الاحترافية. خلني اختار الأداة مباشرة، رح يتحول معي المشيرة إلى قلم وأبدأ بالخربشة باختصار على الشكل التالي. بعد ما قمنا برسم الشكل الخربشة بكل اختصار وبكل بساطة مثل ما احنا شايفين، رح نختار للشكل أول شيء بدون إطار. رح ناخذ النسخة الثانية بالضغط على المفتاحي كنترول زائد دي، رح احط الشكلين فوق بعضهم البعض وممكن نعمل تدوير الألون، ما عندك مشكلة فيها. وخلني اختار مثلا عندي بهذا الشكل، كمان مرة كنترول دي وبعمل التفاف آخر، تمام، يكون معنا بهذا الشكل، وأيضا كنترول دي ويكون معنا بهذا الشكل، وأيضا كنترول زائد دي وكنترول زائد دي، وبكرر العملية أكثر من مرة لحتى أخذ الأشكال وبرتبها بالطريقة يلي بتناسبني تماما وليكن معي بهذا الشكل. خلني أحدد كل الأشكال بالضغط المفتاحي كنترول زائد اي، وخلنا نعمل عملية دمج لكل الأشكال. من قائمة التنسيق ودمج الأشكال رح ناخذ اتحاد لحتى نطلع شكل جديد. الآن رح نصغر الشكل شوي، تمام، كمان برجع باخذ منه نسخة تانية وبعمل تدوير للشكل بأي طريقة كانت، مثلا بهذا الشكل، شكل كمان تاني يكونوا معي، كمان شكل ثالث، تمام، بهذا الشكل وبهذا الشكل، تمام يا أصدقائي. يعني فيك توزع أنت الأشكال بأي طريقة بتناسبك حسب المساحة اللي بدك أنت بالشريحة، طولية أو عرضية، فيك توزع هاي الأشكال. وليكن على سبيل المثال رح يكون معنا بهذا الشكل. كمان نفس المبدأ، بختار كنترول زائد اي وبنختار عملية اتحاد لكل الأشكال لحتى يصيروا معنا بهذا المظهر بالضبط. الآن رح أتوجه إلى قائمة التنسيق وعندي شيء اسمه تحرير الأشكال وعندي شيء اسمه تحرير النقاط. ممكن أوصلها بالنقل مفتاح الماوس الأيمن على الشكل، وعندي شيء اسمه تحرير النقاط لحتى يعطيني كل هذه النقاط على حواف الشكل بالضبط. الآن رح نجي للزوايا بشكل عشوائي، بنقر على أي نقطة سوداء، تمام، وبحرك للأمام شوي لحتى نطالع النتوءات البارزة بالشكل على هاي الطريقة بشكل عشوائي. بعد ما انتهيت بنقر بأي مكان خارج الشكل وما عندي أي مشكلة بالموضوع. الآن تأخذ المساحة اللي انت محتاجها اللي بدك اياها من الشكل، وبتأخذ الزاوية والالتفاف اللي انت أيضا محتاجه من الشكل بالضبط. رح ننقر باليمين على الشكل، بتوجه إلى تنسيق الشكل وبروح إلى اختيار تعبئة بصورة أو شكل نسيجي، وبنقر على إدراج ومن ملف، وبتختار الآن أي صورة انت بقى الآن محتاجة. خلني اختار على سبيل المثال هيدي الصورة ونضغط على مفتاح الإدراج.
رح نشيل التفعيل عن استدارة حتى يكون معي الشكل نظامي، وبجي بشتغل في موضوع المحاذاة. تمام، هاي خلي لي صفر هون مثلا، ورح نشوف عندي صفر، عندي لزاحة يمين ويسار لحتى أخذ أي مساحة بدي إياها بالشكل. تمام، زياح إلى اليمين، وعندك للأعلى وعندنا للأسفل مثل ما أنا شايفين أصدقائي بالضبط. بس ننتبه انه الصورة ما تخرج معنا بالحواف هون، ولكن على سبيل المثال انا رح اختار هيدي الصورة وبهذا الوضع بالضبط. تمام، صفى عندي موضوع تزيين خلفي، رح اختار تعبئة متدرجة، رح اختار لونين. شو بنختار؟ لونين. رح نختار اللون الاول، بجي الى اختيار لون وبختار اداة شفط الالوان، وبختار اللون عندي اياه من الخلفية، ولكن على سبيل المثال اختار الان هذا اللون الاول. واللون الثاني كمان بجي نختار اختيار اللون وبختار لون ثاني من الخلفية، وليكن عندي مثلا هذا اللون بالضبط. نتوجه الى الشكل، برجع بنقر على الشكل، وعندي من التأثيرات نختار ظل، وليكن على سبيل المثال هذا الظل. اذا كان اخترنا الظل داخلي رح يكون يعني الجمالية مزدادة معنا بافضل. اذا كان اخترنا ظل داخلي، انت فيك تختار ظل داخلي او ظل خارجي. تمام، الطريقة اللي بتناسبك. انا عاينت الاثنين قدامك بهذا الشكل، اختار بعض المسافة شوي لهون. تمام، بهذا الشكل بالضبط. الآن راح أتوجه وبنختار بعض النصوص، هذه النصوص اللي كنت أنا مجهزها من قبل، راح أستخدمها على عجل لحتى ما نطول معاكم كتير بهذا اللقاء. راح نشغل الآن شريحتنا ونشوف تصميمنا غاية في الروعة وبكل بساطة. أتمنى إن شاء الله بهذا اللقاء أكون قدمت لحضراتكم الشيء النافع والجميل واللائق فيكم، فما تنسوني تكرما من تفاعلكم والدعم. تجزوا عني كل خير إن شاء الله، وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.